ليش انت مش قادر توقف الكريستال ميث مخدر الشيطان الشبو؟ طبعا في الحلقه راح اتكلم عن الاسباب اللي بتخليك تفهم اكثر ليش انت مش قادر وضلك تنتكس كل ما تحاول تبطل الكريستال ميث او الشبو او الناس بيسموه ايس. بس في البدايه ناس بيساعد اللي بتابعني اول مره، انا قبل هيك كنت مدمن مخدرات سابق وعملت سلسله حلقات عن الطريقه اللي بطلت فيها المخدرات، الكحول، الاباحيات، راح ترجع تشوفهم راح تستفيد منها كثير ممكن تساعدك تترك الادمان وتتعافى. اليوم راح اتكلم عن حلقه مهمه كثير لانه مخدر الشبو او الكريستال ميث انتشر بشكل فظيع في الوطن العربي، انتشر بشكل يعني انا ما تصورت انه ينتشر لهالدرجه. انا طبعا مريت بفتره ادمان 80.5، اللي بتابعني بيعرف عني معلومات عن المخدرات 80.5 ادمان مخدرات. اخر فتره دخلت في الشبو بس الحمد لله ما كان منتشر لهالدرجه، فلحقت حالي وطلعت منه بسرعه، جربت نشوته، تعاطيته اكثر مره، عارف عن شو بتحكوا، عارف من شو بتمروا. بس اليوم بدي اقول لك عن اسباب عشان تفهم حالك مزبوط ليش انت مش قادر توقفه او بضلك انتكس عليه. اول نقطه ومهمه كثير راح ابلش فيها من الاسهل للاصعب او من المهم للاهم، ففي النهايه راح يكون اهم شيء. بس خلينا نبدا في المهم. اول شيء المهم زي ما بيحكي محمد عبده، كل شيء حولي يذكرني في شيء. فعليا كل شيء حواليك، الشوارع، الناس، القعدات، الاماكن اللي كنت تروحها، عفش البيت، كل شيء اوعيك حتى بتذكرك بهاي المادة. هاي المادة بتخلق عندك نشوة كثير قوية لدرجة انه اي اشي انت بتشوفه حواليك بهاي الدرجة من النشوة تخليك تخزنها عندك في الميموري، فبسرعة بيكون لك التريجرز. عشان هيك الشوارع والاماكن والناس لما انت تترك وترجع عليها مرة ثانية هتلاقي حالك بسهولة انتكست. عشان هيك بقولك اهم اشي في الشخص اللي بده يبطل الكريستال ميث عن جد لازم يغير بيئته. اسمع، بيجوني شباب بيحكولي شغلي، اهلي، ناسي. بالله عليك يا رجل، انت واقع في مشكله كثير كبيره اكبر ما تتصور. تعرف لو انا انصحك نصيحه من قلبي، انت لو تطلع من بلدك اللي انت فيه في اهلك وناسك ولا عمرك في حياتك ترجع له، احسن مليون مره انك تضلك تنتكس على الشب قد ما هو صعب وضع. فحاول تعمل خطه زي الناس وحاول تفكر تلاقي طريقه انك تخرج على الاقل 6 شهور، سنه، سنتين. هاجر، روح اطلع مدينه ثانيه مش لازم بلد ثاني، بس اعمل، لانه صدقني هاي النقطه من اهم الاسباب اللي بتخليك تنتكس على موضوع الشب. النقطه الثانيه الناس. يا الله الناس شو انهم بالذات في موضوع الكريسماس والشبو بيذكروك في المشكله. الاصحاب اللي انت اصلا بدكش كنت تمشي معاهم صاروا اعز اصحابك، والصحبات كمان اللي انت مصاحب بينك وتتعاطى. يا الله انك شو بترتبط فيهم مشاعر وكذا، وبتفكر اصلا حكيهم وكلامهم هو الحكي الصح، وقعداتهم هي القعدات الحلوه. بطل مخك يفكر بطريقه صح لانه بتاثر بهذول الناس، بتاثر فيهم بطريقه رهيبه، بتحس انه هذول اهلك. بطلوا اهلك اهلك، درجة انك انت قاعد تأذي اهلك الحقيقيين. تلاحظ انه انت فعليا اذا بدك تبطل الشبو، اذا بعدك تحكي مع صاحب واحد وبدخن سوشيال يعني كل فتره فتره راح تضلك تنتكس. خذها من الصافي، خذ من اخوك، لازم تقطع. لو اخوك بتعاطى اقطعه للابد لغايه ما يترك. صدقني انجو بنفسك انه هاي المعركه معركه قويه مع مخدر شيطاني مش طبيعي. شو بخليك يعني بتاثر فيك بطريقه مش طبيعيه بسلوكك وتفكيرك، ومش بتخيل قديش اثره عليك فظيع، واكيد انت حاسس على اللي انا بحكي لك عنه. نقطه رقم 3، انا حكيت لك اهم فالاهم، هاي فعليا واحده كثير مهمه. السلوكيات اللي بتعملها وانت متعاطي كريستال ميث وشبو بتعلقك في المادة كثير. اهم سلوكيات هي الجنس والعلاقات العاطفية والسهرات وقعدات الشباب او صفقات البزنس، طبعا هاي في حالات نادرة عند الشباب، بس اغلبهم الاشياء الجنسية سواء ممارسات مع بنت او من عادة سرية مع اباحية. في عندك الشغل الثاني برضو قعدات، واللي هي الضحك والوناسة والسهر والكلابينج هذه الاشياء برضو تربطك فيه ربطة قوية، فبتحس انك انت متعلق في البيهيفير هاي في السلوكيات. فبتقول انا اوكي بطلت الشباب مش قادر اترك البنت، بطلت الشباب مش قادر اترك الاباحيه، بطلت الشباب مش قادر اترك السهر. صدقني مش راح تقدر تبطل الشباب 100% غير لما تقطع هاي السلوكيات، لانها ادمانيه، سلوكيات ادمانيه بسموها، تبطلها تماما. يعني بدك تلغي هذا موضوع السكشوال لايف اصلا، بدك تهدم وترجع تبني من اول وجديد، بس بعد فتره حتى طويل. بدك تبعد عن برضو السهرات واماكن السهرات والسلوكيات اللي كنت تعملها. انت مش متخيل قديش هاي السلوكيات مجرد حتى موضوع الشاب يكون سهران، طبعا هاي بروح حالات نادره غير البزنس، بيلعب جيمنج. فلما يلعب نفس الجيم اذا هو مدمن على الجيم وهو متعاطي الشبو، لما يلعب هذا الجيم يا الله شو بذكره في الشبو. تمام، انا ما بحكي انك تبطل الجيم، ما بحكي انك انت تترك هالاشياء، لا، بس بدك فتره قبل ما ترجع لها. ممكن مثلا الجيمز طلعك برضو تسرع بوقتك، بس بدك تبني علاقه معاها بطريقه بدون الشبو. يعني تكون مثلا قاعد تتعافى بلد ثانيه، اوكي ترجع تدرج موضوع الجيمين كذا، ترجع تدرج موضوع قعدات شباب، شباب مختلفين. بس انا بحكي عن الممارسات اللي هي مثل الجنس ومثل الاباحيات ومثل السهر والنايت لايف والنايت كلاب. هاي الاشياء صعب صعب تضلك تعملها وما تنتكس على الشبو. النقطه رقم 4، وهي طبعا من اهم 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 اهم، بتغير طريقه تفكيرك
مشكله الكريس الميث بغير طريقه تفكيرك، فما تركن على مخك هو اللي طلعك من هالماده. يعني انت قاعد تسمع لناس بيحكوا لك اعمل هيك واعمل هيك، انت بتحس انه كلامهم غلط. يعني مشكله المخدرات الثانيه انت بتحس انه كلامهم صح بس مش قادر تحسه، فبدكش تعمله. يعني بقول لك غير بلدك، اعمل كذا اعمل كذا، بتقول اوكي طيب تمام، بس مش قادر تحس هذه المتعه. بس مشكله الكريس الميث ممكن يغير في طريقه افكارك، بتصير تشوف الناس اللي بيحبوك ونصائحهم والاشياء اللي بركيها مثل اعدائك، مثل انهم بيكرهوك، مثل انهم حتى في ناس وصل لمرحله ممكن يرفع سكين على اهله، ممكن يقتل حدا بحبه او يؤذيه على الاقل. هاي الاشياء انا بمر فيها وبعرف وبتابع مع شباب كثير عندهم هاي المشاكل مع اهله ومع الناس اللي بحبوها، بصير يشك في اهله، بيدخل في سايكوسيس وافكار، بصير يفكر انه والله الحكومه متامرين عليه، بصير يكتب تويتات على التويتر، بصير يخبص ويخبص ويخبص. المشكله انه بيصدق الفكر هذا اللي عنده، فكر اعز الناس ونصائحهم اعدائه. فنصيحه لي، اذا ظل عندك شويه طريقه تفكير يعني صاحي فيك، لانه بعدك في بر الامان، انه اسمع من الناس اللي تحبك، لا تركن على عقلك. عقلك هو اللي بيظل يخليك تنتكس. افكارك مش بس تلوثت، يعني المخدرات تلوث الافكار، لا، اتغيرت، انعكست، صرت تشوف الصح غلط والغلط صح. تتخيل شو عمل كريستال ميث فيه؟ لا تركن على عقلك في التعافي، اسمع من غيرك، حتى لو حاسوا انهم اعدائك اسمع منهم، انهم راح يطلعوك وراح تطلع ان شاء الله من هذا الموضوع. انا بعرف ناس هيك انه دخلت في سايكوز الدهان وما راح تطلع، لا راح تطلع منه، بس بدك تشتغل على حالك، بدك تمشي على خطه علاج زي الناس. الموضوع ممكن ياخذ شويه وقت بس راح توصل لبر الامان. اذا انت بعدك فكرك في شويه صحيان، اسمع منها النقطة، لا تركن على عقلك، اركع الناس اللي يحبوك حتى لو حسنهم أعدائك، حتى لو إنك حسيت كلامهم عكس أفكارك اللي أنت شايفها الآن صحيحة وهي أبداً مش صحيحة. النقطة الأخيرة بدي أختم فيها وهي أهم واحدة، أنا بدي أحكي لك إنه أنت بتقدر تغير تبني حياتك من جديد. أنا بعرف أصعب إشي على مدمن الكريستال ميث لأنه دخل في نشوة كثير قوية وسوى ممارسات وأذى ناس، وبالعادة بالعادة بالعادة صارت سمعته مش كويسة بين عيلته بين أهله بين ناسه. أنا من عندي بقول لك والله العظيم، توصف الناس اللي بيحبوك عن جد من أهلك ومن الناس اللي تخصك، راح تنبسط كثير بمجرد تعافيك. تعافيك هو انتصار على هذا الشر، على هذا المخدر الشيطاني. تعافيك لحاله كيف إنك تكون مبسوط طول حياتك وترفع راسك بس بإنك أنت طلعت من الكرس النث، وياريت حتى تبلش تساعد غيرك بعد ما تعافى. هذا لحاله صدقني، أنت مريت في تجربة زي كأن واحد دخل حرب رهيبة وطلع وانتصر عليها، فأنت قاعد تنتصر على نفسك. فارفع راسك انك في طريق التعافي، حتى لو عندك انتكاسات ارفع راسك وكمل في طريق التعافي، اوصل لبر الامان بعد التعافي من كريس الميث. صدقني انا واحد من الناس برفع لك القبعه واعتبرك واحد من اقوى اقوياء العالم، سواء انت بنت او انت شاب. اذا تعافيت من كريس الميث هذا انجاز تفخر فيه. شفت الناس اللي بيعلقوا على شهادات عنهم في الحيط والهبل هذا كله، انت وين يا صاحبي؟ انت وين يا حبيبي؟ انت قاطع اشياء كثير، انت مريت في ازمه رب العالمين وحده عالم فيها. حتى أنا مهما حاولت أوصفها أنا عارف أنك تمر لسه بأصعب منها وأصعب منها، بس أنا حس فيك ومن عندي بقول لك أنه أنت بتقدر تغير حالك. تعافيك لحاله كفيل أنك تفخر فيه وترفع راسك فيه الأبد، واللي بحبك من أهلك وقرايبك ولو كان واحد أو اثنين راح يضلهم واقفين معك. وأنا من هون بقول لك أنا كمان واقف معك، وإذا كان إشي من يتواصل معاي، والعكس أنت بعد ما تعافى راح تساعد غيرك. وصدقني بعد سنة سنتين ثلاث من التعافي راح توقف على رجلك، راح تعمل أشياء رهيبة ما كنت متوقع أنك راح تعملها. انا مش عم بحاول اعطيك موتيفيشنال سبيتش، يعني مش عم بحاول احمس فيك، انا بقول لك واقع من شباب انا بعرفهم. انا الشباب حاليا اللي انا بكون معاهم في التيم تبعنا اللي هو ريستارت، احنا عندنا تيم اسمه ريستارت وسيلف يعني عشان ترجع تبني حياتك من اول جديد. في عندنا اثنين منهم وهي الثالث كمان انضم معنا مدمنين كريستال ميث متعافين. والله انا بشوف كيف هسه الحماس اللي عندهم، بشوف كيف الانطلاق اللي عندهم بعد سنتين من التعافي، يعني جد 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 بحسهم اقوى مني، اقوى من شباب كثير غيري. مش انه احس انه انا شيء خطير، بس انا فعليا اني قاطع 4 سنين وهم لسه قاطعين سنه ونص او سنتين، بس بشوف بوجههم القوه، بشوف عندهم الثقه بالنفس هاي اللي رجعت. فانا من عندي هون بقول لك رساله، انت راح تقدر ترفع راس حالك وراس اهلك، بس الموضوع راح ياخذ وقت. ما تضلك تحط ببالك انه انا خبصت وانفضحت، عادي كل شيء بيتغير. دائما بعد وقعت يعني اي وقعه بتوقع فيها بتكون اقوى، كل ما كانت الوقفه اقوى كل ما كان الانجاز اكبر. فانا تكون استفدت الخمس أسباب هاي اللي بتخليك تفهم حالك ليش بتضلك تنتكس على كريستال ميث والشبو، وأصلا أقوى مخدر في العالم، أقوى نشوة في العالم. فأنا حاسس فيك برضو، أنت زي ما حكيت لك تعافيت من هذا، فأنت محارب من المحاربين القدامى اللي برفع لك القبعة. وبتمنى طبعا أنك تساعد غيرك وتكون برضو توصل هاي الرسالة لغيرك، لأنه فعليا الناس جوا الكريستال ميث بالذات بتغير فكرهم وبيكونوا مش عارفين كيف يطلعوا. راح ألخص الخمس أسباب مرة ثانية. الأماكن كلها بتذكرك بهذا المخدر اللعين، فابعد عن الأماكن، ابعد عن الأشياء اللي بتذكرك فيه، ابعد عن الشوارع، غير مدينتك، اطلع هاجر، صدقني مستاهل تهجر المكان اللي أنت فيه للأبد حتى لو كان وطنك. تمام؟
رقم اثنين، الناس مش هتقدر، ولو واحد ظل معك من الشباب مش هتقدر تتعافى من كريستال ميث، اقطعهم قطعة رجل واحد وادخل معنا على الجروبات، عرف شباب متعافين، راح تقوي حالك وراح تلاقي وسط ثاني راح يحبوك وتحبهم، راح نكون احنا زي اهل لك وناسك. رقم ثلاث، السلوكيات مثل الإباحية والجنس، حكينا برضو الأشياء السهر، فانتبه برضو بالذات الجنس والعلاقات الجنسية هاي الشيطانية لازم توقفها على طول مباشرة لما توقف الشبو، عشان ما تضلها توقعك في الشبو نفسه، لأنك أنت ارتبطت سلوكياتك الإدمانية بالمخدر تبع الشبو. الرابعة أو السبب الرابع اللي حكينا عنه اللي هو تغيير الفكر عندك، أنت الآن تغير فكرك، صرت تتخيل الأفكار الصح غلط، صار عندك عملية عكسية غير عن أي مخدر تاني، تحس الناس بيحبوك وما عداك، لا تسلم لعقلك، اسمع من غيرك، خليهم يقودوك في عملية التعافي. نقطة أخيرة وحظني أعيد عليها، ترى أنت تعافيك لحاله بكفي أنك ترفع راسك فيه للأبد، خليك فخور فيه، قدام سنة سنتين ثلاث ترجع توقف على رجلك مرة تانية، وترجع بالعكس بتعكس كل الماضي تبعك، وترجع بتخلي الناس كلهم يشوفوا، ترى الثقة في النفس بتيجي بالإنجازات، والزمن طويل والأيام تمشي، فلا تخاف راح تقدر توقف على رجلك، لا تخاف أنك أنت كنت فاشل أو حسيت حالك فاشل، بالعكس زي ما حكيت لك كل ما توقع كل ما كانت وقعتك أقوى، كل ما كان قومتك وقفتك على رجلك أقوى. هذا الإشي من تجربة عملية بجربها مع الشباب برضو كمان بين الشباب مع نفسي أنا شخصيا. شكرا على تابعتك لي مرة ثانية وثالثة ورابعة، أتمنى تعمل سبسكرايب في القناة إذا بعدك مش عامل، كتابي ذكريات مدمن إذا حبيت تقرأ وتستفيد منه كثير، بحكي عن تجربة إدماني. في عنا جروبات للتعافي مجانية، فيها سيشنات أو جلسات مجانية جماعية أسبوعية، تقدر تتواصل معنا عن طريق الواتساب، نضيفك على الجروب المناسب التليجرام، طبعا برضو حتلاقي الروابط للجروبات التليجرام موجودة في صندوق الوصف. في عندي برامج تدريب برضو مدفوعة شخصية للشباب اللي حابين يدخلوا على موقعي ويشوفوا برامج تدريب. شكرا لك مرة الأخيرة، يعطيك العافية، سلام.